فيما يخص إحصائية حوادث المرور في الفترة الممتدة من 10 إلى 17 أكتوبر 2012، أي الأسبوع الأخير، سجلت وحدات الترك الوطني 221 حادث مرور. أثرت هذه الحوادث للأسف عن وفاة 48 شخص رحمه الله وإصابة 330 شخص بجروح متفاوتة الخطورة. بالمقارنة مع نفس الفترة السابقة، أي مع الأسبوع الماضي، تسجل ارتفاع في عدد الحوادث بزائد 4 حوادث، لكن الحمد لله بانخفاض في عدد الوفيات بناقص 8 أشخاص، وانخفاض أيضا في عدد بناقص 17 جريح. الولايات التي سجل بها أكبر عدد من هذه الحوادث هي الجزائر العاصمة ب 24 حادث، البليدة ب 15 حادث، المدية ب 10 حوادث، والمسيلة ب 9 حوادث. فيما يخص الأسباب المؤدية لهذه الحوادث، يبقى العنصر البشري المتصدر لأسباب العامة المؤدية لها، حيث تسبب السائقون في 182 حادث، المارة في 16 حادث، المركبات في 13 حادث، وأخيرا حال الطريق أو المحيط في 10 حوادث. في الختام، لابد من تذكير مستعملي الطريق بعدم الإفراط في السرعة بشكل خاص، كونها العامل الرئيسي في هذه الحوادث. لذلك نحثهم على احترام مسافة الأمان، أيضا عدم استعمال هاتف النقال أثناء القيادة، استخدام الإشارات الضوئية عدة غير الاتجاه، وذلك من أجل سلامتهم وسلامة الجميع. وللرفع من الوعي المروري، ننصحهم مستعملي الطرق عبر كامل التراب الوطني الاطلاع على حالة شبكة الطرقات عبر تصفحهم لموقع الإلكتروني طريقي بونديزات. هذا الموقع الذي يوفر ميزات تمكن متصفحيه من ضمان تنقل آمن، أو للتبليغ عن أي طريق الاتصال بالرقم الأخضر اللي هو رقم مجاني خاص بالدرك الوطني 1055. وشكرا.